أهلا بكم إلى أهم أخبار الجزائر وهذه عناوينها. المنتخب الجزائري للجودو يتبرع بالدم لضحايا زلزال المغرب. الإطاحة بشبكة لتهريب المهاجرين عبر البحر بوهران. ومصرع وإصابة 237 شخصا في حوادث المرور خلال 24 ساعة. شاركت عناصر المنتخب الجزائري للجودو رجال وسيدات رفقة عناصر المنتخب المغربي في حملة التبرع بالدم تضامناً مع ضحايا زلزال المغرب في أحد المستشفيات المغربية على هامش مشاركته في البطولة الأفريقية للجودو بالدار البيضاء. تمكنت عناصر الدرك الوطني من الإطاحة بشبكة متكونة من 20 شخصاً من جنسيات مختلفة تختص في تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر البحر انطلاقاً من سواحل وهران باتجاه أوروبا، حيث جرى خلال العملية حجز 3 سيارات ومبلغ مالي تجاوز 3500 يورو. سجلت الجزائر فائضاً تجارياً خلال الثلاثي الأول من العام الحالي بلغ نحو 3 مليارات دولار، كما بلغت الصادرات خارج المحروقات 13 مليار دولار فاصل 6، وذلك وفق ما أعلن عنه الديوان الوطني للإحصائيات. لقي شخصان مصرعهما وأصيب 235 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة جراء 183 حادث مرور تم تسجيلها من قبل مصالح الحماية المدنية خلال آخر 24 ساعة على مستوى عدة ولايات من الوطن. أكد وزير الفلاحة أن مصالحه قامت بتخصيص مساحات إضافية لزراعة الحبوب وزيادة المساحات الأسقية في الجنوب إلى 1 مليون هكتار بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما أوضح أنه سيتم الانطلاق في تغيير بعض المساحات في الولايات التي عرفت شحاً في تساقط الأمطار. يشد المنتخب الوطني لكرة القدم رحالته اليوم نحو العاصمة السنغالية داكار عبر طائرة خاصة تحسباً لمباراة ودية أمام المنتخب السنغالي التي سيحتضنها ملعب عبد الله وادي يوم غد الثلاثاء. نهاية النشرة، إلى اللقاء.